لمناقشة أعمال إحراق المحاصيل الزراعية في العراق معنا هاتفيا من عمان الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل. مرحبا بك سيد عبد القادر. بالرغم من اتساع نطاق الحرائق سواء للحقول الزراعية أو في المصانع، كيف تفسر عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات جدية للتصدي لهذه الحرائق؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن الحكومة اتخذت مبدأ عدم الاكتراث لهذه الحرائق ولاستهداف الأمن الغذائي العراقي، وبالتالي هذا لا يعد إهمالا، إنما يعد أن هذه الحكومة متعاونة في عملية إنهاء الاقتصاد الغذائي وإنهاء والمشاركة. سيد عبد القادر لأنه هذه الحكومة لم تكن جادة في أي عمل يمكن من خلاله أن يؤسس إلى إيقاف هذه الحرائق، بل بالعكس استمرت في أيام ولا زالت مستمرة، وبالتالي هذا يؤكد على أنها مشاركة فعلية. بدليل آخر على أن الذين استطاعوا أن يأخذوا محاصيلهم الزراعية من الحقة والشعير وغيرها لم تشتري الحكومة هذه المحاصيل من المزارعين، وقد رأى الجميع كيف يتظلم هؤلاء المزارعون من عدم شراء الحكومة لهكذا منتج ولهكذا محاصيل زراعية. هذا يؤكد على أن الحكومة تمتلك سيادة ممنهجة، هذه السياسة الممهدة تقتضي بعدم وجود زراعة في العراق حتى يتم الاعتماد على الراعي الرسمي للحكومة وهي إيران. ورأيهم أن الإيرانيين بدأوا كيف يشترون، وأقصد النظام الإيراني بدأ يشتري قمح من دول كروسيا وغيرها من أجل أن يبيعه للعراق إسعافا. هذا كل حقيقة يدلل على أن المستفيد الأول من عملية الإحراق والتعمد الحكومي في عدم المساهمة في إيقاف هذه الجريمة يؤكد على أن إيران تتحكم بهذا المفصل تحكم فعلي. ولكن مختار الموسوي في تحالف البناء التابع لميليشيا الحشد اتهم دول السعودية والإمارات والأردن بالوقوف وراء هذه الحرائق، هل تتوقع أن يصدق الرأي العام في العراق هذه الاتهامات؟ أنا أجزم أن حتى ربما الصغار لن يصدقوا بهذه الفرية الكاذبة الذي حقيقة تنتهجها هذه الميليشيات، وتريد بكل قضية أن تتهم الدول العربية أو أن تتهم أطراف محسوبة على الدول العربية بإحراق هذه المنتجات الزراعية والمحاصيل الزراعية. السؤال، ما الفائدة من عملية إحراق؟ هل السعودية أو الأردن أو غيرهما يصدران حنطة إلى العراق؟ هل أنهما حقيقة يستفيدان من خلال إنعاش الاقتصاد؟ لا زال منفذ الطرابين يشكل حاجز كبير حتى للمرضى الذين يأتون إلى العاصمة عمان للعلاج من العراقيين، يشكل عبئا كبيرا من خلال العرقلة التي يستخدمونها، فضلا عن البضائع التي تدخل ذهابا وإيابا. حقيقة يتم رفع أسعار كبيرة حتى يصل إلى المنتج أو المستهلك العراقي بأسعار عالية. إلى هذه اللحظة لا يوجد هناك حدود مفتوحة إلا مع إيران، فبالتالي على ماذا تبحث هذه الدول عن تخريب المنتج العراقي الزراعي؟ لأنه لا وجود لأي مصلحة بهذه القضية. لذلك هم يعتمدون على أن يتهمون لصالح إيران، وبالتالي يريدون أن يسوقون أكاذيبهم التي أصبحت لا قيمة لها. وربما حتى كما أسلفت لك، الصغار من العراقيين أو الأطفال العراقيين لا يأبهون لأحاديث هؤلاء الذين يريدون رفع الحرج عن إيران باتهام غيرهم. يعني إذا صحت هذه الاتهامات للميليشيات بأنها أحرقت المحاصيل الزراعية أو ساعدت في ذلك، ما غاية هذه الميليشيات من إحراق الأراضي الزراعية، خاصة أن العراق يعني كله في قبضتها؟ القضية تتعلق بالاقتصاد الإيراني، الاقتصاد الإيراني منهار، وبالتالي الإيرانيين يبحثون عن كل وسيلة للتصدير، لن يبقى لديهم إلا العراق، يبحثون عن كل وسيلة من أجل أن يكون هناك مبلغ مالي يصل إلى الإيرانيون من خلال العراق. لذلك هم يعتمدون على تخريب المصانع النفطية من البنزين ومن المشتقات الأخرى، مشتقات النفط، من أجل أن يصدر الإيراني هذه البضائع حتى يتم استلام مبالغ بالعملة الصعبة من الدولار المفقود من البنك الإيراني. ولذلك هو يعتمد على إحراق الميليشيات لهذه المحاصيل الزراعية حتى يتم الآن
كما موجود الآن عمليات شراء إيرانية متسارعة للحنطة من روسيا من أجل بيعها للعراق. هذا كله حقيقة يقتضي على أنهم يريدون إيجاد فرص اقتصادية للإيرانيين من أجل أن يزج هذه الفرص الاقتصادية ويبيعها للعراق. والكهرباء دليل واضح وشاهد العيان على ما يجري من خلال حقيقة دفع العراق مبالغ مضاعفة للإيرانيين، وهذا كله حقيقة يأتي لإنقاذ الاقتصاد الإيراني المنهار من خلال الحصار البسيط الذي تجريه الولايات المتحدة على إيران ونظامها. إذن شكرا جزيلا لك سيد عبد القادر النايل، الكاتب والباحث السياسي من عمان.